عبد ذلك أو ليكثر. من صلى علي واحدة قضيت له 100 حاجة، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. لكل شيء طهارة وغسل، وطهارة قلوب المؤمنين من الصلاة، الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا من بني إسرائيل، مر على اسم محمد في التوراة فصلى على النبي فأكرم. وأمر الله موسى لما مات قال روح غسل فلان وكفنه وصلي عليه وقبره. ليش يا رب؟ قال إنه مر على اسم نبي محمد فصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. فعلينا الآن التطبيق والعمل. بقينا نصلي على النبي، من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. في الرواية بسند حسن يقول من صلى علي بعد عصر الجمعة فقال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما، غفرت له الذنوب 80 سنة وكتبت له عبادة 80 سنة. قد كتب الشيخ النبهاني منظومة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالغالب نحو 800 اسم أكثرها أوصاف. الآيات انشقاق الأمر وغيرها سبب من حكمها هداية الناس وإقامة الحجة وإيضاح المحجة. و قد سمعتم بشرح المسلك في معاني المودة والمحبة، وأن ذلك مقيد بمنهج الشريعة المطهرة ويجب أيضا الرجوع إليه. والذي يسمعون عن ليلة المولد أنها أفضل من ليلة القدر فإنها هذا مراد العلماء بذلك الليلة التي يولد فيها، مش ذكر هذا المتجددة كل سنة، نفس الليلة اللي يولد فيها أفضل الليالي الأمة على الإطلاق. لو لم يولد ما تجي ليلة قدر ولا ليلة عرفة ولا ليلة شعبان ولا غيره. الليلة اللي أبرزه الله لنا فيها أفضل الليالي بالنسبة للأمة على الإطلاق. ما هو الذكرى هذه اللي تجي كل سنة؟ نفس الليلة التي برز ولد فيها أفضل ليالي الأمة. منين شرف الأمة ومن فخر الأمة وإنسانة الأمة؟ بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم.